السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية وتيسير يا رب. كنا تفاجئنا البارح بالأحكام الخدمة الخاصة باللي غادي تطبق إن شاء الله في 10 ديسمبر 2019، وخرجت من هذه الصفحة بعد ما ضغطنا على الرابط اللي عطاتنا اليوتيوب وشحال من واحد تخلع قال شنو هذا الشيء شنو يوقع. ما نتخلعوش، هذه قوانين جارية كانت دائما وأبدا كاينة في اليوتيوب، غير هي تيديروا عليها تعديلات كل سنة، تيزيدوا شي حاجات تنقصوا شي حاجات. ها هي قراوها مزيان مزيان مزيان، هي بحد ذاتها طويلة ولكن باينة تنعرفوا كلها باختصار شديد فيما يخص هذا العام هذا. يعني محكرين على الطفل، يعني تنأكد لكم أن المحتوى أول شيء تتقول لك الجوجل أنه باختصار أن الشركة نشوفوا بلاتي دقيقة تتقول أن المزود الخدمة هي أصبح مزود الخدمة الآن هي شركة جوجل LLC، هي مزود الخدمة يعني جوجل LLC هي اللي بحال تقول هي اللي شادة الأمور، طبعا مع فهمتي مع انضمام المجموعة من الشركات أو من اليوتيوب أو على العموم. هذا ماشي موضوعنا شكون شاد، المهم شكون يعني يشد شكون ما يشد، جوجل يوتيوب ما عرف شكون، المهم تتهمنا القوانين ما نخترقوهاش. ومن ضمن القوانين اللي هي أكدت على الأطفال اللي هو السن المسموح، فهمتي، لسياسة الخاصة بكل منتجات جوجل، كل منتجات جوجل بحال قلت لكم السياسة ديالها الخاصة تخص واحد السن معين باش تستعمل المنتجات الخاصة، أو يكون إذا كان الطفل هذا محكر على الطفل، دابا هو مأكدة هذا البنود اللي جات مأكدة على الطفل ومأكدة على حقوق الطبع والنشر والاستعمالات الغير الاستعمالات اللي تتكون قانونية. نخلي ونبقى مع الطفل خص يكون يا شي حد مسؤول عليه يديروا عمل هذا الطفل حتى يوصل 18 عام، وعاد هو يستلم الشغل ديالو من جوجل ولا فهمتوا، وخصو إذن من الوالدين وحتى الأنشطة التجارية توضح الأحكام أنه إذا كنت تستخدم الخدمة نيابة عن شركة أو مؤسسة يعني ذلك أن هذا الكيان يقبل هذه الاتفاقية، فأنت خص الطفل يكون واعي تعرف شو يدير. هذا استخدام الأطفال لأي محتوى جوجل، كان يوتيوب كان أدسنس كان فهمتو، ومحتوى المستخدم وسلوكه، فهمتي السلوك ضروري، وتعليق الحساب وإغلاقه تهم قوانين علاش، ومعلومات عن البرامج المستخدمة في الخدمة شنو هي البرامج والتراخيص وديكشي وأحكام قانونية أخرى غادي تذكر أسفله، وهذه الاتفاقية ولا كانت أي أسئلة مركز المساعدة. هنا كان بعض الأسئلة الشائعة اللي كاينة بحال مثلا ما سبب تغيير البنود، ما هي التغييرات الرئيسية، هل ستؤثر هذه التغييرات على تحقيق الربح، هل يشير قبول البنود الجديدة إلى الموافقة على معالجة البيانات، ما المقصود بمستخدم يمتلك نشاطا تجاريا. وهذه أسئلة كتير كتير مهمة، يعني أهم أنا اشتاء الأجوبة على هذا أهم من هاد، يعني لأن مختصرة كل شيء في هاد الأسئلة، مختصرة الأجوبة في هاد الشيء، يعني مزيان حنا نقرأ هاد البنود كلها ونشوفوا شنو كاين، فهمتي. ومستخدم المؤهل لاستخدام الخدمة قال لك السن المسموح به يجب أن تبلغ من العمر 13 عاما على الأقل لتتمكن من استخدام الخدمة،
ويمكن للأطفال من مختلف أعمار استخدام يوتيوب كيدز أينما توفر في حال تمكينه من قبل أحد الوالدين أو الوصي القانوني بحال قلت لكم الفوق. إذا كان عمره أقل من 18 يبي الحصول إذن من أحد الوالدين، خص الإذن قبل من 18. هذا الشيء قلته استخدام الخدمة اللي تتكون في اليوتيوب، نقرأ هذا سميتو التعليمات اللي عطاونا وقالوا لنا هنا تنطبق القيود التالية على استخدامك للخدمة ولا يسمح لك بتنفيذ أي من الإجراءات التالية. قالك الوصول إلى أي جزء من الخدمة أو أي محتوى أو إعادة إنتاجه أو تنزيله أو توزيعه أو نقله أو بثه أو عرضه أو بيعه أو ترخيصه أو تغييره أو تعديله أو استخدامه بأي طريقة أخرى باستثناء ما تسمح به الخدمة على وجه التحديد أو ما كان بإذن خطي مسبق من يوتيوب. إذا بحال ديك الشيء اللي كنا تنشوفو تيواحد تياخذ الكرة وتيقطع ويلصق ويدير وتيديروا منها فيديوهات وتيحطوها تياخذوا فنانين أغاني وتيقطعوا ويلصقوا ويديروا عليها مونتاج وإخراج وديك الشيء وحطوها، يعني الصور اللي تياخذوا يكون مسموح بها مرخص بها، الفيديو ديال الاغنيه او صاحب الاغنيه او كاتب الاغنيه او ملحن الاغنيه، كل هادو خص يكون عندك اذن منهم. يعني من الاحسن دير الانتاج ديالك، دير المحتوى ديالك وخليك مصدع الراس، فهمتي؟ الفيلم، المسلسل، ديك البرامج الاطفال، البرامج التلفزيونيه، البرامج الاذاعيه، البرامج الاشياء اللي من غير برامج ديال المشاهير، حتى الناس العاديين اليوتيوبرز في الانستغرام، صور في انستغرام، صور في البينتيركس، في الفيسبوك، في كل شيء، في كل شيء ما عندكش الحق تاخذ حتى حاجة وتقبطها وتعدلها وتقادها وتقول هذه ديالي. إلا قالك الوصول إلى خدمة باستخدام أي وسيلة آلية مثل هذه بدك مهمة، مثل الروبوتات والروبوتات المتصلة بالإنترنت وأدوات استخلاص البيانات باستثناء محركات البحث العامة بما يتوافق مع ملف robots.txt على يوتيوب. ما قالك شنو؟ ما كان بإذن خطي مسبق من يوتيوب ما يسمح به القانون الساري. هي بين العبارة بين قلك جمع أو استخدام أي معلومات يمكن أن تحدد هوية مستخدم مثل تجميع أسماء المستخدمين ما لم يسمح بذلك المستخدم. المهم قرأوا هذه البنود شنو عبت استخدام الخدمة لتوزيع محتوى ترويجي أو تجاري مرغوب فيه أو غير ذلك من الطلبات غير المرغوب فيها أو الجماعة المحتوى غير المرغوب فيه. في أشياء غير مرغوب فيها ما خصناش نجمعوها ونحطوها في هذا. التسبب في أو التشجيع على أي قياسات غير دقيقة للتفاعل الحقيقي للمستخدمين مع الخدمة بما في ذلك دفع مبالغ مالية للمستخدمين أو تقديم حوافز لهم لزيادة عدد المشاهدات. هذه مهمة، كاين شي وحدين تعطيو شي ناس باش يشوفوا لهم أو المعجبين أو غير المعجبين، وزيادة عدد المشتركين في القناة أو التلاعب في المقاييس بأي طريقة أي بطريقة أخرى. يعني كلاه ما عرفوك تدير مدافع لشي جماعة باش يشوفو لك تدير واحد نشاطات غير طبيعية راه تعرفوها بهاد الروبوت، فهمتي؟ ما غاديش يعني النتيجة تكون سلبية جدا بالنسبة لقناتك. إساءة استخدام أي من عمليات الإبلاغ أو تقديم الشكاوي أو الاعتراضات أو طلبات إعادة النظر، ويشمل ذلك تقديم طلبات لا مبرر لها أو كيدية أو تافهة. هادو اللي الناس كانوا تيجي وتيدخلوا ديك القناة وتيبداو يديروا سبام للناس وتيديروا لهم، فهمتي؟ إساءة استخدام أي من عمليات الإبلاغ، عملية الإبلاغ لأنها تجي وتبلغ على واحد غير ظلما وعنوانا باش تطيح له القناة ديالو، تادي ما كاين شيء من هذا الشيء، راه تيتحققوا وتيشوفوا كل شيء باين في السيستم، كل شيء باين في السيستم، ما بقاتش شي حاجة. دابا الذكاء الصناعي في كل هاد العمليات، في كل هاد البلاتفورمز، فهمتي؟ ولا يا يوتيوب يا فيسبوك يا أي شيء، يا إنستغرام،
ولا كل شيء باين وعاين، وتعرفوا الخطوة ديال الواحد خطوة بخطوة. استخدام الخدمة لإجراء مسابقات لا تتوى هذا أنا علاش اختاريت نقرأ لكم هذه ما غاديش نكمل باش ما نكونش نطول، هذه مهمة بزاف. قالك استخدام الخدمة لإجراء مسابقات لا تتوافق مع سياسة وإشرادات مسابقات المسابقات في يوتيوب، نضغطوا على هذه نشوفوا هي شنو هي سياسة وإشرادات المسابقات. أنا غير تنبهكم شي نقاط، لا كنتم شحال واحد أنا هضرت معاه من الأصدقاء تيقول لك لا قريت شوية الفوق ما كملتش، لا قرأ وكمل. من بعد ما تقولش لا ما كنتش عارف، مع يوتيوب ما غاديش يعترف لك، أو جوجل لأن هي دابا اللي ولات هذا ما غاديش، أو يو جوجل ويوتيوب ما غايقولوا لكش لا القانون لا يحمي المغفلين، ترى قريتي عطيناك هذه قريتيها، ومجرد ما أنك طلعت عندك وضغطتي وقريتي يعني وافقتي، راك حال القناة وخصك تتبع هذه القوانين. استخدام خدمة لمشاهدة محتوى أو استماع إليه لغرض آخر غير الاستخدام الشخصي وغير تجاري، على سبيل المثال لا يجوز لك مشاهدة فيديوهات أو بث موسيقي من الخدمة للجمهور، مثلا تدير البث المباشر وتتحط شي حاجة موسيقية من التلفزيون بالبلوتوث من الفيديو ديالك، فهمتي، من تتشاطر كي كنقولوا لها الشاشه ديالك مع المشاهدين، انت هذيك لا، لانك راك تثبت اشياء عليها حقوق النشر، يعني باختصار شديد لا تجوز لك باي حال من الاحوال او اي وسيله من الوسائل انك تثبتها على الشاشه ديالك او على الحف او على البث المباشر ديالك او الفيديو ديالك او المدرج ديالك او اي شيء. استخدام الخدمة لأي مما يلي: بيع أي إعلانات أو عروض رعاية أو عروض ترويجية مقدمة من خلال أو ضمن الخدمة أو المحتوى بخلاف تلك المسموح بها في سياسة الإعلان على اليوتيوب. شوفوا سياسة الإعلان على اليوتيوب، نتقفوا رأسنا نعرفوا شو نديروا، دخلنا عالم اليوتيوب خصنا نكونوا محيطين بأقل ما يمكن من الشروط، نكونوا عارفين شو نديروا، ماشي نغلطوا نقولوا أح يا راسي آه شدرت. لا، الاحتفاظ بالحقوق المهم، محتوى المستخدم وسلوك مستخدم وسلوكه، يعني السلوك خصو يكون طبعا داكشي اللي تتقدمو يكون ضمن واحد السلوك اللي تيشوفوه العائلات والناس والعالم كله، والمحتوى يكون هادف. يمكن الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية، هنا تقول لك أنت يمكن لك تحتفظ بجميع حقوق الملكية في المحتوى الخاص بك، باختصار إن الحقوق التي تخصك تبقى ملكك، ومع ذلك فإنك تمنح يوتيوب والمستخدمين الآخرين للخدمة بعض الحقوق وذلك على النحو الموضح أدناه. المهم قرأوا شنو هي هذه الحقوق التي تحتفظ بها وشنو الحقوق التي تتمنحها، نعود تاني شنو تبقى التراخيص التي تمنحها سارية إلى أن تتم، شنو هنا تعليق الحسابات وإغلاقها، هنا عملية إغلاق الحساب من جانبك، يمكنك توقف عن استخدام الخدمة لا بغيتي أنت توقف الخدمة ديالك، فيك مثلا قال لك فيك أنت تقبض الحساب ديالك وتحمل كاع الأشياء الفيديوهات ديالك تحملها في قنت آخر تاخذها ومن بعد تقفل الحساب ديالك مع يوتيوب من حقك. يجوز لشركة يوتيوب تعليق أو إنهاء وصولك أو إغلاق حساب على جوجل أو إنهاء التعليق وصول حسابك على جوجل إلى الخدمة بشكل كامل أو بشكل حتى اليوتيوب عندها الحق تقفل لك إلا شفت أن نعتقد أن نحو معقول بأن السلوك المعين ينتج عن مسؤولية أو ضرر على المستخدم أو طرف ثالث آخر أو يوتيوب أو الشركات أو الشركات التابعة لنا، يعني إلا شافوا ضرر عليه على اليوتيوب أو الشركة اللي تابعة لليوتيوب عليها ضرر طبعا ما تتحملوش، قال لك هما المسؤولية وعملية إغلاق الحساب من جريمة يوتيوب بسبب إجراء تغييرات على الخدمة. يعني شنو تاني معلومات عن البرامج المستخدمة في الخدمة، شنو البرامج المستخدمة في الخدمة عندما تتطلب الخدمة، تشمل على برامج قابلة للتنزيل مثل تطبيق ستوديو. هذه يا سيدي هذه البرامج المستخدمة في الخدمة هي واحد الحاجة تتعطى للديفلوبرز اللي هما الناس المبرمجين اللي تقوموا بإنشاء تطبيقات،
مثلا تطبيقات بحال تطبيق ستوديو، تطبيقات اللي تخص شكون، تخص اليوتيوب نفسه، هما راه دايرين لها واحد الحاجه سميتها اي بي ديال اليوتيوب، تيعطيوه لك وفيها واحد الكود، واحد الكود هما غادي يقول لك منحك هذا الترخيص، هو تمكينك من الاستفادة من مجال الخدمة والاستمتاع بها على النحو الذي تقدمها اليوتيوب به وبطريقة التي تسمح بها هذه الاتفاقية. هذو الناس اللي تيديروا التطبيقات ماشي اليوتيوبرز. لا يجوز لك نسخ أو تعديل أو توزيع أو بيع أو تأجير أي جزء من البرنامج. البرنامج شنو هو؟ البرنامج اللي داير، اللي هو داير اليوتيوب اللي تيعطيك باش تدير تطبيقات عليه، ما تطبيقات تسهل الناس المبتدئين اللي تيستعملوا مثل تطبيق ستوديو. ها ما كاتبينها مثل تطبيق ستوديو، كانت تطبيقات تشبهها، فهمتوا؟ تيديروها بعض المبرمجين ديفلوبرز باش يسهلوا على المستخدم الاندرويد ولا المستخدمين ديال ابل، ديال ابل اللي تيديروا على التليفونات ابل، يسهلوا عليهم دخول اليوتيوب واستعمال التطبيقات بزاف الاشياء، بحال تطبيقات الاناليتيكس ستوديو تيدخلوا وبزاف الاشياء. المهم هذه ما تتخص بالجانب الناس اللي تيقدموا، يعني ما عندكش حق تاخذ الكود وتبيعه ولا تتصرف به، لان هذا يؤديك الى مشاكل. أحكام قانونية أخرى، شنو الخسائر غير الناجمة عن انتهاك يوتيوب أو الشركاء التابعة لهذا الاتفاقية، أي خسارة أو ضرر لم يكن في وقت إبرام هذه الاتفاقية بينك وبين يوتيوب نتيجة يمكن توقعها على نحو معقول لانتهاء يوتيوب أو الشركاء التابعة لهذه الاتفاقية. المحتوى الذي تقدمه أي مستخدم أو أي سلوك تشهيري أو مسيء أو غير قانوني لأي مستخدم، فهمتي؟ لا لا، خص الواحد المحتوى الذي يقدمه تقدمه أنت، أي مستخدم أو أي سلوك تشهيري أو مسيء، يعني بحال اللي تيجيو تيقبطوا قناة أخرى ويجلسوا يشهروا بها ويشتموها، فهمتوا؟ ويهضروا عليها، أو أي فنان أو أي شيء، أي سياسي أو هذاك الشيء، المحتوى اللي غتبقى دير أنت تشهيري، تيتسمى تشهيري أو قد ما هو ما تيحبدوش ما تيديروش. قال لك لن تتحمل اليوتيوب والشرك والشركة التابعة على أي مسؤولية عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو فقدان البيانات أو خسارة فرصات أو مدخرات متوقعة أو خسائر غير مباشرة أو تبعية أو أضرار تأديبية، يعني في جميع الحالات بغض النظر عما إذا كانت هذه الخسائر متوقعة أم لا، فهمتي؟ المهم أي شي حاجة وقعت لك القناة ديالك بالغلط ديالك أو بدون قصد أو تهكات لك، يعني باختصار هذا اللي تيقصده، تهكات لك القناة أو ضغطي بالغلط على هذا ودرتي شي حاجة في القناة ديالك بالغلط، او تقتي شي حد عطيتيه الايميل ديالك وباش يقاد لك القناه ديالك وخداها لك ومشات كل شيء، هما ماشي مسؤولين عليك. على العموم هذا هو عرض الاصدار السابق، اللي بغى يشوف الاصدار السابق ديال العام 2018. والاسئله اللي قال لك الأسئلة الشائعة حول بنود الخدمة المعدلة هي ما سبب تغيير بنود الخدمة؟ قال لك لقد مضى وقت طويل منذ أن قمنا بتحديث أحكام الخدمة الخاصة بنا، لذلك نريد التأكد من أنها تعكس الوضع الحالي للمنتج، يعني وأردنا أيضا إضفاء المزيد من الشفافية إليها وتسهيل فهمها. كلام معقول. قال لك ما هي التغييرات؟ سلام غا يقولها لك هنا باختصار. تحسين قابلية القراءة، على الرغم من أن أحكام الخدمة لا تزال مستندا قانونيا، فقد بذلنا قصارى جهدنا لتصبح هذه الأحكام أوضح وأسهل، لأن كل شيء تقول لك شان قرأ ولا نقرأ وراء جريدة، لا خصكم تقرأ وحاولوا يديروا البنود
فيها شوية ديال يعني مفهومة قدر الإمكان، يعني ماشي كل شيء محامي. بعض المصطلحات غير مفهومة طبعا خص لي فسرها لنا، واخا بأي لغة حنا نجيدون أن نجيدونها، ولكن ما تعنيش أنك تجيد اللغة أنك تجيد لغة المحامي، فهمتي؟ ولكن قدر الإمكان خصنا نفهمه ونسقسيه. تحسين الشفافية والتواصل، لقد أضفنا بعض الروابط المفيدة لمساعدتك في تصفح اليوتيوب بما في ذلك الروابط التي تؤدي إلى سياساتنا. اضغطوا على سياساتنا وشوفوا شنو هي. وأدرجنا أيضا التزامات إضافية لإعلانك بالتغيير التي تغييرات التي قد تؤثر عليك، مثل التغييرات المستقبلية التي قد تطرأ على الأحكام والخدمة، يعني في أي وقت يمكن نديروا تغييرات بحال اللي قالوا. المحتوى الذي تقدم، لقد عمدنا على توضيح ترخيص المحتوى الذي تمنحنا إياه لتسهيل فهمه. نحن لا نطلب أذونات إضافية ولم نختلف آلية استخدامنا للمحتوى الخاص بك. منتجنا الحالي، لقد أجرينا بعض التعديلات لإيضاح طريقة عمل يوتيوب بشكل أفضل، وقد قمنا مثلا بإزالة الأوصاف القديمة وتقديم تفاصيل مفيدة حول خدمتنا، وأدرجنا روابط تؤدي إلى مركز المساعدة. ديما تربط عطيوك روابط، خصك تبقى من الرابط للرابط إلا بغيتي تفهم. المهم شوية بشوية حتى الواحد يتمكن من الشيء. لحد الأن للسين المسموح به، عمدنا إلى توضيح لحد الأن للسين المسموح به ليتوافق مع سياستنا الخاصة بكل منتجات جوجل وخدماتنا، راه شرحت لكم في عاد شوية. وقال لك سؤال واحد آخر، هل ستؤثر هذه التغييرات على تحقيق الربح؟ قال لك لا، لم تطرأ أي تغييرات على ميزات تحقيق الربح في أحكام الخدمة الجديدة. يعني أحكام الخدمة الجديدة تتخص قناتك والفيديوهات اللي تتحط والطفل وبنود وعدم والإعلانات وعدم أنك لا تمشي، يعني عدم شراء مشتركين، يعني باختصار شديد. ولكن تحقيق الربح مازال البنود هي دخلوا شوفوها شنو اللي هي ديال الأدسنس، دخلوا الأدسنس وشوفوا البنود تبعوها، هي مرتبطة أكيد باليوتيوب وكل شيء مرتبط بكل شيء. ولكن معروف الأدسنس شنو بها. الأدسنس تقول لك أنا بغيت محتوى نحط فيه يكون جيد، نحط فيه إعلاناتي بكل اختصار، محتوى لا يليق بإعلاناتي ما غنحطش فيه بالعربية، بالعربية وبالدارجة ما غنحط لكمش فيه إعلاناتي، ديروا شي محتوى اللي غادي يمشي فيه إعلاناتي اللي غادي الناس بغا تستافد ماديا. هل يشير قبول البنود الجديدة إلى الموافقة على معالجة البيانات؟ هذه ليست موافقة على معالجة البيانات، إنما قبول تعاقدي للأحكام الجديدة. هذه أحكام وليست بيانات، فهمتي؟ شنو يعني؟ هذو قوانين تنتابعوها. خذ بغيتي تكون يوتيوبر، هاش تدير، هاش تبع، ها بغينا فيديوهات يكونوا كذا، ها بغيناك تدير كذا كذا، ها بغينا السن ديالك القانوني، متى ما غيرش السن القانوني خصك يكون عندك ولي أمر. وهكا سياسة الخصوصية وإشعاع الخصوصية، هذه ديال الأطفال تضغطوا عليها تشوفوا الخصوصية الأطفال كلها قد هنا. للتذكير يمكنك دائما مراجعة إعدادات الخصوصية وإدارة طريقة استخدام البيانات بانتقال إلى حساب جوجل. هنا حساب جوجل ها هو، تجي لهنا تتعرف كل شيء، بيرسونال انفورماسيون، لا دات اي بيرسوناليزاسيون، سيكوريتي، الناس والبيمون، كل شيء هنا. هانتوما قراو شويه، الا كانت عندكم بالعربيه او الفرنسي اللغه اللي نتوما دايرين غتقراوها. هذه الصفحه ديالكم، بحال دابا انا فاتين، هذه الصفحه ديالي ديال بحال اللي قالوا البيانات الخصوصيه. نتوما ما المقصود بالمستخدم يمتلك نشاطا تجاريا؟ ها هذه مهمه، تبعوها معايا، ارجوكم تبعوا معايا الاخر اللي بغى يستافد، الا عييتو هذاك شغلكم. المهم انا غنكمل حتى الاخر، الفيديو جا طويل ولا قصير ما تيهمش، لان غنقراو هذا الشيء، غنشوفوا هذا الفيديو مره واحده باش نفهمو ونعرفوا شنو خصنا، ما نبقاوش كل مره نطيروا من هنا لهنا وفي الاخر ما تنفهموا حتى حاجه وتنفسدوا الامور وتنمشيو نديروا حاجه اللي احنا منعنا منها اليوتيوب. ومن بعد نقول لك ما يصحاب ليش، لا ما كاينش ما يصحاب لي، كملوا للاخر لا بغيتوا تستافدوا. قال لك ستعتبر
على الأرجح مستخدما يملك نشاطا تجاريا إذا كنت تستخدم اليوتيوب لأغراض تجارية أو العمل أو الحرفة أو المهنة؟ ما أعطوك مثلا واضح. إذا كنت مدرب يوغا وقمت بإنشاء قناة لليوغا على يوتيوب، يعني بحال اللي تيقولوا لها في الفرنسي أو الأونجلي اون نيش، اون نيش انت اختارتي واحد لا نيش معين، فهمتي؟ تقوم بتحميل فيديوهات لدروس اليوغا بشكل منتظم، من المحتمل ان تعتبر، من المحتمل ما قالكش اكيد، احنا خصنا ديما ندرسوا هذا، ولكن يعني هكا وهكا اللي بغاو هما يشوفوك يشوفوك مستخدمين، تعتبر مستخدما يملك نشاطا تجاريا. عاوتاني اذا كنت منشئ محتوى تشكل الارباح الناتجه من الفيديوهات اليوتيوب او اي منصه اخرى، مصدر دخلك الرئيسي، من المحتمل ان تعتبر ايضا مستخدما يملك نشاطا تجاريا. وشوف هما شافوا هادشي، قالك اذا كنت منشئ محتوى تشكل الارباح الناتجه من يعني لك انت مدخولك ما تخدم التخدمه، خدمتك الوحيده والاساسيه هي اليوتيوب، تعتبر مستخدما يملك نشاطا تجاريا، قالك هما شافوها هكا. إذا كنت تستخدم يوتيوب لأغراض شخصية مثل تحميل فيديوهات للعطل العائلية أو لأصدقائك، من المحتمل أن تعتبر مستهلكا، محتمل يعني ديما تيدير واحد باش اللي بغاو شغنقولك، هذا هو، هذا قانون المحاماة، ديما تيدير لك شي حاجة منين يصيدوك بالمشربح، فهمتي؟ يعني محتمل، ما قالكش، ما قالولكش يمكن أن، ما قالولكش أنت تعتبر مستهلكا، لا، تبقى باش يقرروهما. فيديو قناتك كاينة، دخلت المراجعة، شافوها، هما اللي غادي يقرروا، أنت شتيها أنها، أن المحتوى ديالك كمستهلك، لا، هما كي غادي يدخلوا لقناتك، غادي يشوفوها، غادي يقولك لا، احنا ما شفناهاش كمستهلك، لا، شفناك ناشط، يعني مستهلك من مستخدم يملك نشاطا تجاريا. معليش هذا هو، احنا مادام قبلتي وضغطتي على انك بغيتي تكون عندك قناه وتحط فيها، خصك تقبل كل شيء وتكون حارس انت، وتعرف كيفاش هاد المصطلحات اللي محتمل ويمكن وقانونيا راه هي عندها معنى كبير، ما تتحطش شي كلمه في أي عقد من العقود، هذا يعتبر عقد مع اليوتيوب، إلا لها معنى. هل يرتبط هذا التغيير بتوجيه حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي أو باللائحة العامة لحماية البيانات؟ قال لك لا، ليس لهذا التغيير أي علاقة بتوجيه حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي أو اللائحة العامة لحماية البيانات. هم جاوبوك بصريح العبارة، صافي. ما تأثير هذا التغيير في خصوصيتي أو بياناتي؟ قال لك لم نجري أي تغييرات على الطريقة التي نعالج بها معلوماتك، معلوماتك مازال قلك خاصة بك، ويمكن الاطلاع على ممارسات الخصوصية من خلال مراجعة سياسة الخصوصية، ضغط عليها وإشعار خصوصية الطفل، خصوصية الطفل. علاش؟ لأنهم الطفل كي تيكون القناة ديالو عنده واحد الخصوصية خاصة، ماشي غير خصوصية، يعني بحال دابا الاعلانات اللي غيحطوا له، الاشياء اللي غيتعاملوا بها، المعلومات اللي غادي يتعاملوا بها معاه، ما تتكونش هي معلومات ديال الكبير، تيكونوا حريصين على الطفل، مثلا في لي كومونتير التعليقات، تيكونوا حريصين على التعليقات، ما توصلوش تعليقات قذف، يعني يمكن تؤدي للطفل، وفعلا تؤدي للطفل لانه يتأزم، انه ينزاوي ويتأزم، شوف شنو قالوا لي التعليقات، ما عجبتهمش، علاش قالوا لي هكا، لا، هما تيتفادوا بحال هادشي. للتذكير يمكنك دائما مراجعة اعدادات الخصوصية وادارة بياناتك وآلية التخصيص من انتقال الى حسابك اللي هو هذا، حسابك جوجل، وحسابك جوجل يمكن تدخله من يوتيوب، تدير ماي اكونت او حسابي بجوجل، من هنا تدخلوا او تدخلوا من القناه ديالك، التي نشوف من القناه ديالك من هنا، فهمتي؟ وسائل شتى. على العموم تنتمنى نكون
شرحت لكم بعجالة بعجالة، لأن هذا الشيء دخلوا قراوا، أنا غير شجعتكم، شجعتكم دخلوا تقراوا، راه ماشي شي حاجة يعني تتخلع، لا شجعتكم دخلوا تقراوا بشوية، كل نهار قراوا شوية، كل نهار قراوا شوية، تتكملوا كاع إلا ما عندكمش الوقت. وتنتمنى نكون استفدتوا من هذا الشيء اللي عطيتكم، باش ما تفهمتيو، باش واحد، ها هي هذه إشعار خصوصية الطفل، ها هي تاهي قراوها، ها هي تاهي راه ما بيهاش طويلة، وعندكم ما تقراو، فهمتوا بزاف الأشياء فيها. واللي عندها شي طفل داير قناة، تدخل هذه خصوصية إشعار طفل وتقرأ عليها مزيان، وتفهم شنو كاين قبل ما ولدها يدير قناة، ولا كان ولدها داير قناة تشوف ديك الشيء اللي ما دايره تجنبه وتقادو وصافي، ما غيكون غير الخير، ماشي شي حاجه فهمتي، ما كاينش شي حاجه في الدنيا تنديروها الا عندها قوانين خصنا نتبعوها. الا بغيتي تدخل في ديك الحاجه خصك تشري دار، خصك تبع قوانين، تبني دار تبع قوانين، تخدم خدمه تبع قوانين، مشي شي سوبر مارشي خصك تبع قوانين. على العموم استودعكم في امان الله وحفظه، تتمنى يا ربي ما نكونش ثقيله على القلب، ونكون استفدتوا مني اكثر ما انا زعجتكم. وتنتمنى ايضا انكم تنشروا، توصلوا لي ديما، ارجوكم وصلوا لي على الاقل هذا الفيديو الألف مشاهده، باش تعمل فائده، وديروا لي اللايكات، وديروا اشتراك لما اللي شاف هذا الفيديو ما اشتركش، وعجبوا المحتوى وعجبوا شنو قدمت، وجزاكم الله عني كل خير، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. وتنتمنى يكون أقصر من هذا، ولكن أضطر دائما للشرح المفصل، مش واحد ما يخرش وهو ما جبر شنو باغي. أنا تنبغي تدخلوا عندي تجبروا شنو باغين. مع السلامة وإلى الملتقى.